السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة يا حبايبي هنعمل طريقة السمك المقلي بصوص الطماطم. عندنا كيلو سمك متنضف ومغسول كويس، وعندنا 5 حبايات طماطم مفرومين، وعندنا راس توم وقرنين شطة حمر، وعندنا دقيق للقلي، ومعانا معلقة كمون ومعلقة ملح، وعندنا قرنين فلفل رومي متقطع شرايح. يلا بينا نجهز التتبيلة بتاعة السمك. هندق التوم على الفلفل على الكمون والملح، وارجع لكم تاني. ويا بنات دي التتبيلة معانا، يلا نحشي السمك. زي ما انتوا شايفين كده، وصفة سهلة وبسيطة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. جربوها وان شاء الله يا بنات هتعجبكم. اهو يا بنات كده تبينا السمك اهو زي ما انتوا شايفين وحشناه، هنسيبه ربع ساعة ونرجع نقليه مع بعض. ده السمك يا بنات بالله بالدقيق، يلا بينا نقليه. وده الزيت يا حبايبي على النار اهو. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات السمك احمر من تحت، هنقلبه. والسمك احمر معانا اهوت يا بنات، هنطلعه. هنخلص الكمية اللي معانا وارجع لكم. وكده يا بنات السمك اتقلى معانا اهوت، يلا بينا نعمل صوص الطماطم او صلصة الطماطم مع بعض. ودي يا بنات حلة حطنا عليها 2 معلقة زيت عشان الصلصة. وده الثوم معانا قطعناه ناعم. هنقلبها يا بنات لما تبقى لونها ذهبي، هنحط عليها الطماطم. اتفرجت هي بنات، هنحط الطماطم. هنحط الكمون والملح. هنغطي عليها ونسيبها لما تستوي. وبكده يا بنات الصلصة جهزت معانا اهي زي ما انتوا شايفينها. هنحط السمك. وهنحط عليها القرنين الفلفل الروم اللي احنا مقطعينهم طرنشات. هنقلبهم تقليبة مع بعض كده وهنغطي عليهم ونسيبهم يتسبكوا كويس مع بعض. اهو يا بنات السمك بتاعنا شرب الصلصة بتاعته، يلا بينا نغرفه. وده يا بنات السمك بتاعنا جهز اهون، وصفة سهلة وبسيطة جدا. وعملنا معاه رز ابيض، ما عملناش شعرية المرة دي،
ودي كانت وصفتنا النهاردة، وصفة سهلة وبسيطة جدا، وجربوها وإن شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو دوسي لايك وشير، ولو أول مرة تشوف القناة اضغطي اشتراك عشان يوصل لك كل جديد من مني للأكلات البسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.